حدد إذا ما كان 30 على 45 و 54 على 81 هما كسران متكافئان. لنعرف ذلك يجب أن يكون كسران متساويان، فإذا كان كسور متساوية إذن هما متكافئان. نضعهما في أبسط صورة، لدينا هنا 30 على 45، نقول ما هو أكبر عامل لكل من 30 و 45 يمكن القسم عليه؟ إذن نقول هنا أن 30 هو عبارة عن 2 في 15، و 45 هو 3 ضرب 15. إذن ما نقوم به هنا، نقول أن نقسم على 15 هنا في البسط، ونقسم هنا أيضا على 15، فما يحصل هنا أن 15 تقسيم 15 تلغي بعضها، و 15 تقسيم 15 تلغي بعضها لأنهما يساويان 1. إذن الكسر يساوي 2 على 3، إذن 30 على 45 يساوي 2 على 3، وهو في أبسط صورة. لكن نحتاج للتفكير الآن لنحاول أن نقوم ب 54 على 81. أيضا نقول، أو دعونا نرى لماذا نحن في عجلة في أمرنا، دعونا نرى 54 هي عبارة عن 6 ضرب 9، و 81 هو عبارة عن 9 ضرب 9، إذا يمكن تقسيم البسط والمقام على 9 هنا، إذا كلاهما يقبل القسمة على 9، وأيضا 9 وتس تقسيم 9 يلغيان بعضهما، إذا الناتج 6 على 9، وأيضا يمكن الاختصار، فستة هي عبارة عن 2 ضرب 3، وتسعة 3 ضرب 3، أيضا يمكن أن نلغي الثلاثة في كل من البسط والمقام. نضرب البسط هنا لنقول ضرب ثلث، والمقام ضرب ثلث، ولكن ربما سنأخذ عملية ضرب الكسور لاحقا. الآن لنقسم على 3، وأيضا في المقام نقسم على 3، وهنا يلغيان بعضهما لأنه يساوي 1، إذن يتبقى لدي 2 على 3. إذن نلاحظ بأن كل من الكسرين 30 على 45 و 54 على 81 يساوي 2 على 3، إذن هم كسور متساوية، أي أنها كسور متكافئة. شكرا لكم.